اهلا بيكم ويتجدد اللقاء من صحتك مع مي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الرشاقه والجمال، وكل بنت او فتاه بتهتم جدا بجمالها، وطبعا في ناس بتبقى عايزه تزيد وزنها وناس عايزه تخفض وزنها او ناس عايزه تثبت الوزن بتاعها. كل التفاصيل دي هنعرفها مع الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري الروماتيزم وامراض السمنه. خليكم معايا وهنعرف ازاي نخفض وزننا او نزيد وزننا او نثبت من خلال هذا اللقاء. اهلا بيك يا دكتور. النهاردة بنتكلم عن الرشاقة والجمال طبعا، وكل بنت او فتاة وكمان الرجالة دلوقتي بيهتموا بنقطة الرشاقة. عايزين نعرف ايه اسباب الاول السمنة اللي بتؤدي الى زيادة الوزن. تمام، كويس انك قلتي وكمان الرجالة. ايوه طبعا، كان الاول العادات عندنا مثلا 90% سيدات و 10% رجاله. دلوقتي لا، احنا بقينا 30% رجاله و 70% سيدات. في نسبه كويسه، نسبه عاليه، فالرجاله ابتدوا فعلا يهتموا بموضوع الرشاقه وموضوع شكلهم. على فكره حتى في عيادات التجميل بقى في رجاله كتير، مش بس العيادات علاج السمنه والنحافه يعني. طيب، واحنا نقول الاول هي السمنه بتيجي من ايه؟ هي ليها اسباب كتيره جدا، بتبتدي الاول من السلوك الخاطئ. وتاني حاجه عوامل وراثيه، وتالت حاجة أمراض، ورابع حاجة أنواع من الأدوية. الأول السلوك الخاطئ، يعني إيه؟ حد بيشتغل طول النهار ما بياكلش، وبيروح بالليل ياكل الوجبة الرئيسية بالليل، يقول لك أنا باكل وجبة واحدة، الوجبة دي ما بتتحرقش بسبب إن هو أكلها بالليل. دي وده بيتعرض له ناس كتير أثناء العمل طبعاً. صحيح. بيبقوا فترات كبيرة برا البيت. صحيح، فدول طبعاً بيزيد وزنهم بحاجة زي كده. ناس بيصحوا طول الليل وبيناموا طول النهار، فهم بيناموا في الوقت اللي فيه معدلات حرق عاليه، وبيصحوا في الوقت اللي معدلات الحرق فيه منخفضه، ولو كانوا في الوقت ده يبقى هيزيدوا في الوزن. زي مثلا الاوقات اللي بتساعد على زياده الوزن دي بتبقى الفتره الصباحيه ولا المسائيه؟ لا، المسائيه دي اللي بتزود الوزن، لكن لو ناس كانت بالنهار مش هيزيدوا في الوزن. الحاجة اللي بعد كده، ناس مش واخدة على الحركة والمجهود، يعني قاعدين على طول، سواء بيشتغلوا وقاعدين على مكاتب وما بيقوموش يتحركوا، أو سيدات بيوت لكن بقى عندها الشغالة بتجيب لها ده وده بيعمل لها ده، فبتتحركش كتير وفتح التلفزيون وقاعدة على طول طولها بكلش كتير، بس هي بتقلل معدل حرق السكريات والدهون عندها، فبرضه دول معرضين لإصابة بالسمنة. ناس ما بتشربش ميه كفايه، بيقللوا الميه، ودي من الحاجات الاساسيه جدا في موضوع نشاط الدوره الدمويه. ده بنسميه سلوك خاطئ بيسبب السمنه. وطبعا الناس بقى اللي هم بيحبوا يتسلوا بالاكل، يعني بياخدوا تسالي، احنا داخلين ده بقى الشتاء هنتسلى كتير في الفتره، اللي هو التسالي. المجموعه الثانيه بقى اللي هم الناس اللي عندهم جينات سمنه، هتلاقي العيله كده من اولها لاخرها الناس كلها تخان، ودول عندهم الجينات بتاعتهم عشان الشهية المفتوحة، وكمان جينات بتخلي معدل حرق السكريات والدهون منخفض. ولغاية النهاردة مفيش دواء بيشتغل على الجينات بتاع السمنة. في أبحاث كتيرة جدا، بقالنا 20 سنة بيتعمل أبحاث على موضوع الجينات. معنى كده أن الأدوية اللي بتسوق على السوشيال ميديا دي مش مفيدة أبدا لإنقاص الوزن، صح كده؟ هقولك، هو الجزء المجموعة الأولانية اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم عندهم سلوك خاطئ، فالأدوية دي ممكن تكون بتقلل الشهية، فلو قللت الشهية هتخليهم شوية ما ياكلوش كتير، فبالتالي ممكن يخسوا. تمام. لسه هنتكلم بقى اذا كان الادويه دي مفيده ولا مش مفيده، مضره ولا مش مضره، لكن هي بتعتمد على كده انها تقلل الشهيه. في ادويه فيها طبعا حاجات بتزود معدلات الحرق شويه بتساعد، لكن مش كل حاجه، يعني مش هتجيب النتيجه المرجوه لو ما عملناش سيستم كامل. الناس بقى بتوع الجينات دول زي ما قلت لك ما في بيحاولوا يطلعوا ادويه تعالج الجينات، وده طبعا هيبقى انقلاب في علاج السمنه. يعني ده اللي هو الجينات اللي بتبقى وراثيه في زياده الوزن، صح؟ بالظبط كده. فلو لو عملوا علاج ليها، لا ده بقول لك هتبقى طفره في علاج السمنه، والناس كلها مش هتبقى حد تخين في الشارع. دي مجموعه. المجموعه بقى الثالثه اللي عندهم امراض بتسبب السمنه، زي خمول في الغده الدرقيه، هرمون اللبن عندهم عالي، وده على فكره مش بيعلى عند السيدات اللي بتضع بس، ده بيعلى عند السيدات وعند الرجال وعند الاطفال. ايه كمان في الغدد دي موجوده عند الرجال؟ هي الغده النخاميه هي اللي مسؤوله عن افراز هرمون اللبن. فالغده النخاميه لو حد جاله التهاب في الغده النخاميه يزيد عنده هرمون اللبن، ودي شفناها في الكورونا كتير في فتره الكورونا.
لو حد لا قدر الله جاله ورم في المخ يزيد افراز هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن. ويمكن في دكاتره كتير بيوصلوا للتشخيص بتاع ورم المخ من هرمون اللبن. يلاقوا حد تخن في الوزن بيعملوا تحاليل، احنا دايما بنعمل تحاليل طبعا ما بنشتغلش كده، فلقينا هرمون اللبن مثلا 40-50 ده ممكن يكون حاجه طبيعيه ونعالجه على طول. لكن لو لقيناه 600 لا ده كده ممكن يكون في فعلا ورم في المخ، نبعته الدكتور بقى مخ واعصاب وتبقى سكه طويله وتعرفت من حد كان تخين ان هو عنده ورم في المخ. بعد هرمون اللبن والغده الدرقيه عندنا في حاجه اسمها مقاومه الانسولين. في ناس اللي هو الناس المريضه بالسكر هو في السكر ده مات وفي حاجه اسمها مقاومه الانسولين، يعني الانسولين بتاعهم بيطلع بس هو ما عندوش الكفاءه ان يحرق السكريات والنشويات. ودول برضو بيصابوا بالسمنه. ممكن لو تعالجوا بطريقه سليمه يخفوا من مقاومه الانسولين. طبعا في طرق طبيعيه لعلاج مقاومه الانسولين وفي طرق دوائيه لعلاج مقاومه الانسولين. الحاجه اللي بعد كده نقص فيتامين د، يعني الناس اللي عندهم نقص فيتامين د معدلات الحرق عندهم تنخفض، وفيتامين د لما بينقص بقى بنلاقي عندهم خمول، بنلاقي عندهم تساقط شعر، بنلاقي عندهم اكتئاب، بنلاقي عندهم معدل حرق السكريات والدهون منخفض. ودي اعراض نقص فيتامين د صح؟ ديل. فيتامين د فده برضه بيأثر علينا في موضوع السمنه. بناخده من خلال ايه فيتامين د يا دكتور؟ بصي هو ارخص حاجه واسهل حاجه فيتامين د هو التعرض للشمس نص ساعه يوميا 40% من الجسم. ده كافي ان هو يزود ده كافي جدا ديل. طبعا عشان احنا موجود تحت الجلد بكميه كبيره. هنلاقي الدول زي الدول بتاعتنا اللي فيها شمس حلوه قوي عندها نقص فيتامين د عالي لسببين. ازاي بقى؟ لسببين. السبب الاولاني ان الناس بقت ليليه، يعني ما بيخرجوش غير بالليل. الصبحيه دوبك رايح شغل ده بلبسه وبتاع ما فيش جوه المكان جوه المكان فما بيشغل تكييفات بقى والكلام ده كله ما بيتعرضش للشمس. اما بيجوا يخرجوا بيخرجوا بالليل، ما عندهمش فكره ان في الويك اند او يوم الجمعه اللي ينزل يروح يقعد في جنينه ولا في النادي او الكلام ده كله فما بيتعرضش ايه للشمس. الحاجه الثانيه طبعا طبيعة اللبس عندنا، يعني الستات كتير طبعا محجبات او منقبات وخلافه ودول ما بيتعرضوش للشمس. لكن طبعا هما ممكن يتعرضوا للشمس، يعني ممكن تقعد حتى لو جوه بيتها وفي شباك بيدخل شمس، ما اكيد في البيت في شباك بيدخل شمس، مش هنقول البلكونة عشان هي محجبة. اي شعاع شمس ده شعاع شمس كافي ان هو يدخل بيدخل امتى ساعتها بقى تبقى كشفة اكتر من 40% من الجسم وتتعرض للشمس دي لمدة نص ساعة يوميا. ده كفيل بدل ما تقعد تاخد بقى في حقن أدوية. وأدوية. وهو فيتامين ده لعيبه ان هو فقير في الأكل، يعني تلاقيه بنسبة بسيطة في المكسرات، نسبة بسيطة في المكسرات، نسبة بسيطة في الأسماك، قليل جدا. يعني غير مثلا لو اتكلمنا على الحديد نقول موجود في الكبدة وفي اللحمة وموجود في السبانخ والخرشوف والخضروات الغامقة وموجود في العدس وموجود في التمر وموجود في العسل الأسود، يعني مثلا الحديد تلاقيه موجود في حاجات كتيرة. هو ممكن نعالج حد بالاكل عنده نقص حديد، لكن فيتامين د مش هنلاقي القصه دي. في حاجات بتتعالج بالطعام، في حاجات بتبقى من الطبيعه نفسها. مظبوط مظبوط. يعني فيتامين ج ما موجود في الفواكه كلها، موجود في الليمون، فنقدر برضه ندي فيتامين ج بنسبه عاليه. فيتامين ب 12 موجود في اللحمه والكبده، وبالك ب مركب موجود في الخضروات والفواكه. فاحنا عندنا معظم الفيتامينات نقدر ناكلهم حاجه تعوضها الا فيتامين د، عشان كده ده محتاج موضوع الشمس. موضوع الشمس. نيجي يا دكتور عند السيدات اللي بتعاني من زياده الوزن والرجاله طبعا. عايزين نقول لهم روشته كده مختصره من خلال حضرتك يعملوا ايه؟ طيب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هي دي بقى اللي يصلحوها. يعني اول حاجه السلوك بتاعهم اليومي، لازم يناموا من 6 ل 8 ساعات بالليل، لازم يمشوا ويتحركوا كل يوم اكتر من نص ساعة، لازم يشربوا في اليوم في الصيف 3 لتر مية وفي الشتاء 2 لتر مية على الاقل، ويكون دايما قبل الوجبات. لازم ما بين كل وجبة والتانية الوقت يبقى من 3 ل 6 ساعات، واول وجبة لازم تبقى قبل 10 الصبح، واخر وجبة قبل العشاء بساعتين. الوجبات بتاعتهم تبقى من 4 ل 5 وجبات صغيرة، وتكون مبنيه على الهرم الغذائي عشان معدلات الحرق عندهم تفضل عاليه. نقول لهم ايه الهرم الغذائي يا دكتور؟ الهرم الغذائي ان انا بشوف السعرات الحراريه اللي انا هاخدها في اليوم 40% من السعرات الحراريه
بنسميها القاعدة بتاعت الهرم الغذائي هي نشويات، بس احنا بناخد النشويات بنسميها النشويات الكاملة. أيوة. البطاطس والبطاطا ولو رز مش متبيض اللي هو بيسموه رز الباكستاني او حاجة زي كده. في فرق بين الرز البني او الرز الابيض؟ في الرز الابيض بيكونوا شالوا منه خلاص القشرة بتاعته. ففي السعرات هم واحدة، بس لما بيكون القشرة موجودة عليه بتخليه نشبع اكتر، فممكن 3 معالق من الرز البني يشبعوكي بدل 8 معالق من الرز الابيض. يعني احنا دلوقتي داخلين على فصل الشتاء، العدس بقى ده فكرة العدس الاصفر والعدس البني بالظبط نفس الفكرة. طبعا العدس البني هيشبع اكتر. دي النشويات. بنطلع بقى 30% اللي هي الخضروات والفواكه والبقوليات. 30% بقوليات بقى اللي هي الفول والعدس والفاصوليا البيضاء واللوبيا، والخضروات بانواعها كلها والفواكه بانواعها كلها. لازم ناخد بالحاجات دي كلها 30% من السعرات الحراريه. بعد كده نطلع عند ال 25% اللي هم البروتين الحيواني ومنتجات الالبان. طبعا منتجات الالبان كلها لازم تكون خاليه من الدسم، يعني لو جبنه هتبقى جبنه قريش، لو لبن يبقى لبن خالي الدسم او زبادي.